السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمناقشه تحركات المبعوث الاممي بعد وصوله صنعاء ومستقبل المشهد السياسي بعد التحضيرات لعقد المشاورات الامميه بين الاطراف اليمنيه في السويد. وصل المبعوث الاممي مارتن جريفيث الى العاصمه صنعاء للتحضير لعقد مفاوضات سلام قبل نهايه العام الجاري. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن جريفيث سيلتقي قادة ميليشيا الحوثي حاملا معه تطمينات بشأن مشاركتهم في المحادثات التي يسعى لعقدها في السويد خلال الأسابيع المقبلة قبل أن يتوجه إلى محافظة الحديدة للإطلاع على الوضع الميداني فيها. وكان المبعوث الأممي قد أعلن قبل أيام أنه حصل على ضمانات من الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، ذلك بالالتزام بحضور المشاورات في موعدها المحدد. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع، نناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه التحركات الدولية الجديدة لإعادة المسار السياسي؟ وبماذا ستختلف جولة المشاورات في السويد عن جولات المشاورات السابقة؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. تحركات مكثفة يقوم بها المجتمع الدولي ورهان كبير تخوضه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإعادة مسار المشاورات السياسية. هكذا يبدو المشهد التحضيري للمشاورات اليمنية المزمع انعقادها في السويد. المبعوث الأممي مارتن جريفيث وفي جديد تحركاته وصل إلى صنعاء للقاء وفد ميليشيا الحوثي في زيارة هي الثالثة من نوعها إلى العاصمة للتحضير لعقد المشاورات الجديدة قبل نهاية العام الجاري. بعد أن حصل المبعوث الأممي على موافقة الحكومة الشرعية بالمشاركة، يسعى الآن في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لإعداد خارطة طريق المفاوضات وإعطائهم تطمينات بشأن مشاركتهم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف موحد إزاء الصراع في اليمن والعمل على إنهائه، مؤكدا على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوغريك أن مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن يعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وفي حين تسعى الأمم المتحدة لإعادة المسار السياسي، يقول مراقبون إن الخطورة تكمن في الرهان على الحوثيين للبدء بالتنازل، خصوصا وأن الحوثيين لم يغيروا شيئا من خطابهم وممارساتهم طيلة الفترة السابقة، ولا يزال القتل والترهيب والاعتقال والانتهاكات سلاحهم الأكثر حضورا في مناطق سيطرتهم ومناطق المواجهات. تحضيرات لمشاورات السويد ورغبة أممية في تسوية العديد من الملفات تبدأ بالاتفاق على إيقاف الأعمال القتالية وتبادل الأسرى ودفع الرواتب، وتنتهي بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وبين كل هذه الرغبات لا يزال مسار الحل السياسي والمشاورات بنظر مراقبين غير واضح الأفق، وذلك قياسا بالمعوقات الكثيرة التي تنتاب المشهد وتجارب فشل المشاورات السابقة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من صنعاء المحلل السياسي السيد عبد الوهاب الشرفي. سيد عبد الوهاب مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيد عبد الوهاب. إذن هناك دعوة وأيضا تحرك من أجل الترتيب لمشاورات يمنية قادمة ستكون في السويد، ما الذي أو بماذا تختلف هذه المشاورات هذه المرة عن سابقاتها؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. مساء. هو ربما متابع للتصريحات الصادرة عن المعنيين سواء المبعوث الأممي أو الأطراف ذات التأثير كالدول دائمة العضوية، يجد أن هناك حديث الآن عن إطار واسع، أو أن هناك ما يمكن أن نسميه بخطة شاملة تحدث عنها المبعوث الأممي. نعم. سيتم طرحها في السويد لبحثها، وبالتالي ربما جاوزت المسألة ما كان يدور حوله العمل بالنسبة لمحطة جنيف السابقة والمتمثل في قضية ربما نصفها يعني بنود بناء ثقة أو محاولة إيجاد أو تعزيز الثقة بين الأطراف للمضي بعد ذلك للنقاش والتفاوض حول الملف اليمني. الآن يريد المبعوث الأممي ربما أن يدخل رأسا إلى مناقشة التفاصيل ضمن إطار شامل. هو تحدث عن وقف إطلاق النار، وتحدث عن مسألة الحديدة، وتحدث أيضا عن مسألة الإغاثات وعن مسألة المؤسسات والمشاكل عن الواقع، وربما حتى ألمح إلى قضية وضع الحراك الجنوبي أو القضية الجنوبية.
نعم. وهذا هو ما يمهم قراءته. طيب سيد عبد الوهاب، ايضا يعني نحن لو عدنا للتحضير للمشاورات السابقه، ايضا كان هناك موافقه من الطرفين قبل الذهاب، وايضا كان هناك يعني من تصريحات من قبل المبعوثين السابقين ان الامور يعني قد رتب لها وهناك ضمانات وهناك وهناك، وبالاخير لا تنجح هذه المشاورات. طبعا المحطة السابقة هو حصل فيها إرباكات، الجميع هو أدى موافقته، وكانت التحضيرات هنا في جنيف أيضا قد أعدت، لكن ظل هناك عجز فيما يتعلق بتأمين خط الوصول بالنسبة لأطراف صنعاء. وهذا الكلام تحدث عنه المبعوث الأممي بشكل صريح، أنه قال بأن طرف صنعاء كان قد بذل جهودا يعني الجهود المطلوبة منه للوصول، لكن ذلك الأمر تعذر، بمعنى أنه اعتراف ضمني بأن هناك حالة إرباك يتحملها المبعوث الأممي نتيجة عدم التنسيق الجيد للوصول إلى هذه المحطة. نعم، إذن سيد عبد الوهاب ابقى معي، سأشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور محمد زميح. دكتور مساء الخير. مساء النور، اهلا بك دكتور. يعني وصل المبعوث الاممي جريفيث الى صنعاء لبحث مشاركه الحوثيين في المشاورات في حال تم اللقاء المرتقب في السويد، برايك ما هي المحددات الاساسيه التي يمكن للاطراف التشاور حولها؟ طبعا المحددات الاساسيه كلها تدور حول الحلول السلميه، لكن قبل ذلك هناك الممهدات لهذا الحل السلمي، لكن في هذه الجولة أنا أعتقد أنه سيتم الحديث عن إجراءات بناء الثقة. للأسف الشديد هذه الإجراءات يتم اعتمادها في جنيف 2 في مدينة بيرل بسويسرا، وهي التي تتعلق بإطلاق أسرى ومعتقلين، وكان حينها تشكيل لجان أمنية وعسكرية للفصل بين المتقاتلين ولمراقبة وقت إطلاق النار، بالإضافة إلى فتح ممرات إنسانية وتوزيع الإغاثة. الآن يتم الحديث عن نقاط ذاتها بعد يعني أكثر من سنتين على الجولة التي كانت في جنيف. هل يعني سيتم تعزيز إجراءات بناء الثقة بالتزام الأطراف المختلفة أم لا؟ هذا طبعا متروك للجوانب الميدانية على الأرض، ومتروك لمدى موثوقية المبعوث الدولي وثقة الأطراف المختلفة بالمبعوث الدولي وبالإجراءات التي يمكن أن يتخذها. لكن أنا في تصوري أن الحل السياسي على قدر ما هو سهل المنال جهة يعني وضوح أساسيات ومرجعيات هذا الحل، لكنه صعب لعدم توفر الرغبة السياسية في هذا الحل، وبالتالي سنظل في هذه الدائرة المفرغة من الاتهام والاتهام المتبادل، لأن الأطراف الداخلية لا تزال تراهن على ما تراهن عليه من سياقات ميدانية وعسكرية وسياسية وأوراق ضغط، وكذلك الأطراف الدولية في تصوري أنها لم ينضج لديها بعد أو لدى مصالحها بعد وجود حل في اليمن، لأنهم أخي العزيز الأمم المتحدة نعرف جميعا أنها لا تحل الأزمات، وإنما تحاول ترحيل هذه الأزمات وإدارة الأزمات وجدولة المواقف أو الإجراءات حتى تنضج مصالح دولية معينة للدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي. هذه المصالح فيما لو نضجت وقضت إيجاد حل سياسي في البلاد يمكن أن يوجد هذا الحل، لكن حتى هذه اللحظة لحظة نضوج مصالح معينة لم نجد الأمم المتحدة أوجدت حلا لأي من القضايا العالقة، سواء في العراق أو في سوريا أو في البلقان قبل ذلك، أو في أوكرانيا أو في إفريقيا في أمريكا اللاتينية. فشلت الأمم المتحدة فشلا ذريعا في معظم القضايا الموكلة إليها، والخوف أن تكون القضية اليمنية أيضا والحرب اليمنية قضية من القضايا التي تفشل فيها الأمم المتحدة، والتي تعمل فقط على إعادة جدولة أعمالها وعلى ترحيل الحلول من مرحلة إلى أخرى. نعم، إذن ابقى معي دكتور. أعود إليك سيد عبد الوهاب الشرفي. سيد عبد الوهاب، يعني لماذا وافق الحوثيون هذه المرة على الذهاب للسويد ولم يذهبون في المرة السابقة حينما تم الدعوة للمشاورات في جنيف؟ بالنسبة للسويد هو من الطبيعي يعني يوافقوا، أو ربما يعني فرصة موافقتهم هي أكبر من فرصة جنيف، حتى على اعتبار أن السويد تلعب دورا ربما نزيها في الملف اليمني، و
تدفع بجدية بالفعل للحل وحتى لإيقاف إطلاق النار، وسبق لها حتى التقدم بمشاريع المجلس الأمن، وبالتالي هي محطة ربما مشجعة. بالنسبة لجنيف كما سبق وأوضحت، المسألة لم تكن امتناعا من طرف صنعاء، وإنما عدم التنسيق هو الذي أدى إلى هذه عدم وصولهم. وصل طرف هذه على كل حال، لكن ظلت هناك مسائل عالقة بالطائرة التي ستنقل والمحطات التي سيمر بها والضمانات العودة. هذه المسائل هي التي فرضت أن لا يصلوا إلى محطة جنيف. نعم، لكن ايضا سيد عبد الوهاب، هناك ايضا من يرى بان يعني المتغيرات على الارض، هناك التقدم الكبير باتجاه الحديده، وايضا التقدم في صعده وحجه، يعني خسائر كبيره لحقت بالحوثيين خلال الاشهر القليله الماضيه، يعني هل لموافقتهم والتاكيد او الثقه الكبيره من قبل المبعوث الاممي على حضور جميع الاطراف وبالتحديد الحوثيين، يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يوافقون وبنيه صادقه هذه المره؟ لا اتصور ان لهذا الامر تاثيرا فيما يتعلق بموافقتهم، على اعتبار ان موافقتهم كانت موجوده وصريحه وباعتراف المبعوث الاممي. المساله هي متعلقه بالترتيبات اللوجستيه للوصول، وهذا لا ينفي صدق الموافقه وجديتها. تظل مساله الواقع هي مفروضات ربما تساعد في قضيه الانطلاق لنقاش تفاصيل معينه ربما لم يكن لديهم استعداد لمناقشتها او ما اليه من هذا الجانب، لكن مساله الموافقه والذهاب الى محطه تشاور لم يعني لا استطيع انا ان اربطها بالواقع الميداني من خلال اداء انصار الله ومواقفهم تجاه المحطات التي يعمل عليها المبعوثين الامميين خلال الفتره الماضيه. نعم، إذا ابقى معي سيد عبد الوهاب. أعود إليك دكتور، يعني أنقل لك ذات السؤال، يعني هل لتأكيدات الحوثيين هذه المرة وأيضا ثقة المبعوث الأممي الكبيرة بحضورهم إلى جنيف، يعني يرتبط هذا الأمر بالخسائر المتتالية التي لحقت بهم على الأرض؟ أنا أعتقد أن عدم ذهاب الحوثيين إلى المفاوضات جنيف السابقة يعني لم يكن يعني أعطوا موافقة مبدئية صحيح، لكنهم بعد ذلك تعلوا بحجج واهية في حقيقة الأمر. هذه الحجج من قبيل أنهم يريدون لا يريدون طائرة للأمم المتحدة، ولكن يريدون طائرة عمانية، وهذه حجة يعني لا يمكن أبدا أن نبني عليها لنقول بأنهم رفضوا لسبب وجيه. هم أصلا كانوا يريدون افتعال أزمة كي لا يحضروا، لأنهم في الجولات السابقة ذهبوا على طائرات الأمم المتحدة، كانوا يقولون بأنهم يريدون ضمانات لعودة الوفد، والعجيب أن وفودهم ذهبت إلى جنيف وذهبت إلى الكويت وعادت إلى صنعاء، إلا من فضل أن يبقى في مسقط مثل محمد عبد السلام وغيره من القيادات الذين بقوا هناك في مسقط لأغراض تخدم الحركة الحوثية. لكن يعني لا شك أن الضغوط العسكرية وبالأخص الضغط العسكري في الحديدة كان له دور كبير في إقناع الحوثيين بأنهم إذا لم يذهبوا إلى مفاوضات سياسية، وهذا ما سمعوه بشكل واضح، فإن الأمر سيخرج عن السيطرة في المعارك العسكرية الموجودة. كذلك كان للتواصل البريطاني الإيراني كان له دور كبير، وخاصة أن وزير الخارجية البريطاني زار إيران قبل أيام، ولابد أنه بل تحدث مع الإيرانيين حول الوضع اليمني، تواصل الإيرانيون بلا شك يعني، وهذا تحليل لا معلومة مع الحوثيين، لإقناعهم بهذا الموضوع في ظل الظروف التي أيضا تعيشها إيران من ضغوط اقتصادية هائلة، بما يكلف ما يرفع من كلفة الحرب اليمنية على الإيرانيين، خاصة بعد العقوبات الأمريكية المشددة التي أعاد فرضها الأمريكيون على طهران. لكن بالمجمل أنا أعتقد أن الحوثيين حتى وإن ذهبوا إلى السويد
فليس لأن السويد يعني دولة نزيهة كما أشار أخي عبد الوهاب. نعم. سويسرا لم تكن هي دولة محايدة، لم يكن لها ضلع في الصراع اليمني حتى يرفض الذهاب إليها، وبالتالي لا يعد البلد المضيف عنصرا مهما في تعليل رفض أو قبول. نعم. الحوثيين إلى الذهاب إلى المحادثات. وبالمجمل فإن ذهابهم إلى المحادثات لا أتصور أنه سيفضي إلى حل سياسي، لأنه إذا كان من الصعوبة بمكان أن تذهب الأطراف المختلفة الشرعية والانقلابيون في الداخل إلى مكان تفاوض، فلك أن تتصور مدى صعوبة أن ينجز اتفاق نظري، وإذا أنجز هذا الاتفاق النظري فلك أن تتصور كذلك مدى صعوبة أن يتم تطبيق هذا الاتفاق النظري. نعم. على الأرض. نعم، إذن وضحت الفكرة. السؤال إليك دكتور أو سيد عبد الوهاب، يعني ربما الحكومة الشرعية لا يوجد لديها مساومة في مسألة المشاورات، في مسألة المرجعيات الثلاث، هي القرار الأممي 2216 وأيضا المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. وهنا يعني هل الحوثيين يعني لديهم النية الخالصة في خوض مشاورات تفضي في الأخير لتطبيق هذه المرجعيات الثلاث؟ فقط أعلق تعليق قصير على ما قاله الدكتور محمد. بالنسبة لمانع المتعلق بضمانة عودة الوفد، أنا أعتقد أنه سبب وجيه ومنطقي في ظل تجربة الجميع يعرف بأن الوفد عندما ذهب إلى جنيف يعني جنيف 1 عالق في عمان لأكثر من 4 أشهر ولم يعود إلا بعد أن ضغط الإعلام واعتبرها فضيحة في حق الأمم المتحدة أنها لم تتمكن من إعادة الوفد. الوفد الحاصل حاليا لا زال عالقا حتى اللحظة. يظل الأمين العام للمؤتمر هو عندما وقع على مبادرة ولد الشيخ هو وقع عليها من صنعاء ولم يذهب، بحيث يقال بأنه ذهب وعاد، كان مسألة ضمانة العودة هي مطلوبة. نعم، يعني في هذه النقطة قد أتفق معك أنا أيضا، لكن هنا في مسألة الطائرة، يعني إذا الطائرة قد يعني مرفوضة طائرة الأمم المتحدة وبالضرورة أن تكون طائرة عمانية وأيضا اشتراط جرحى، هذه أيضا ما يقصدها الدكتور جميح، يعني ليست بالمنطقية. سبق قرصنا يا سيدي لوسائل أممية سواء جوية أو بحرية، وبالإمكان مراجعة الأخبار في الفترة الماضية وكيف التحالف فرض مسارات معينة على طائرة متعلقة بالأمم المتحدة وخاصة بالأمم المتحدة، وأيضا حتى سفينة كانت مساعدات تابعة لمنظمة تتبع الأمم المتحدة. على كل حال الأهم من هذا الكلام هو سؤالك، لأنه سؤالك هو بالفعل سؤال محوري ربما في هذا الإطار بالكامل. نعم. وهو مسألة المرجعيات. أنا وجهة نظري أن هذه النقطة أساسا يمكن من خلالها قياس نوايا حكومة هذه حول جديتها في الذهاب إلى حل من عدمه. عندما تصر حكومة هذه على أن تضع هذه الثلاثة المسائل كمرجعيات للحوار، هي تحكم من البداية على الحوار بعدم التقدم وعدم النجاح، لأنها تضع أو تحدد لنفسها معايير هي تعرف أن الطرف الآخر لا تمثل له هذه المسائل بالكامل، يعني مرجعيات للحوار. ربما يلتقي الطرفان في القرار الأممي، لكن فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية طرف أنصار الله ليس موافقا عليها، وتعاملت معه الأمم المتحدة كطرف سياسي دون أن يطلب منه الموافقة. لا أدري أنا ما هو مبرر الآن أن يطلب. بالنسبة لمخرجات الحوار، يعرف الجميع أن طرف أنصار الله وطرف المؤتمر كانوا رافضين لأهم تفصيلين في مؤتمر الحوار، وهما الدستور والأكاليم. وبالتالي كيف يمكن أن تضع مخرجات الحوار كمرجعية وهي ربما السبب المباشر في الأزمة التي وصلت إلى الحرب؟ يعني في الأخير يعرف وضحت الصورة. سأعود إليك سيد عبد الوهاب، أنقل يعني ما طرحته على الدكتور محمد الجميح. يعني دكتور محمد، السيد عبد الوهاب الشرفي يقول أنه يعني اشتراط المرجعيات الثلاث في أي مشاورات ربما هو حكم على فشل هذه المشاورات مسبقا، وهذا ما يعني تؤكده الحكومة الشرعية أن يعني أنها ترفض أي مشاورات لا تكون فيها المرجعيات الثلاث أساس في أي مشاورات قادمة.
طبعا بالنسبة للطائرات، طائرات الأمم المتحدة كونها تأخذ مسارا محددا، هذا يأتي بالتوافق مع قوات التحالف، على أساس أن الأجواء أجواء حرب، ولا بد بالطبع أن يتم تواصل بين الأمم المتحدة وبين غرفة العمليات بالتحالف. لكن كان العجيب إصرار الحوثيين على طائرة عمانية ورفض الطائرة الأممية التي ما كان يمكن لأي كان، لأنها طائرة للأمم المتحدة، أن يضربها أو أن يسقطها على اعتبار أنها تقل الوفد الحوثي أو أن تتعرض لأي مكروه كما يعني ألمح الحوثيون، أو أنهم إلا إذا كانوا كما قالت بعض المصادر المقربة من الحكومة يريدون أن يخرج بعض القياديين في حزب الله وفي الحرس الثوري الإيراني عبر هذه الطائرة مع عدد من الجرحى مع الوفد الحوثي إلى عمان، هذا شيء آخر. لكن بالنسبة للمرجعيات، أنا أعتقد إن لم تخن الذاكرة أن الحوثيين أثناء تحالف الرئيس السابق علي عبد الله الصالح لم يعد إلى طرف واحد في صنعاء، هو الحوثي، فلا يصح الحديث باسم المؤتمر، لأن مؤتمر الداخل مؤتمر مسيطر عليه من قبل الحوثيين، ولا نستطيع أن نقيم ما يصدر عنه تقييما سليما في ظل السطوة الحوثية على يحيى الراعي وغيره. لكن أقول أن المرجعيات كانت متفقا عليها من قبل الأطراف المختلفة، وقد خوطبت الأمم المتحدة بذلك حتى من قبل أطراف الانقلاب في صنعاء في حينها. المخرجات الحوار الوطني، الغريب أن الحوثيين الذين يريدون أن يتنصلوا منها هم أصلا قاموا بانقلابهم بيافطة الحوار الوطني، مخرجات الحوار وتطبيق مخرجات الحوار، وبالتالي لا يمكن أبدا أن نأتي اليوم بكل بساطة لنقول لتضليل المشاهدين بأن الحوثيين لم يعترفوا بمخرجات الحوار الوطني وهم الذين قاموا بانقلابهم الذي يسمونه ثورة تحت مطالب أساسية هي إسقاط الحكومة وإسقاط الجرعة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. عدد التفاصيل البسيطة فيما يخص حدود الأقاليم، هذه هي التي كانت مختلفا عليها، أما تقرير أن يكون اليمن دولة اتحادية فهذه لم يكن عليها خلاف، كان الخلاف صحيح حول حدود الأقاليم وعدد الأقاليم. لكن أنا في تصوري أنه كانت هناك، بل هي معلومة، كانت هناك مداولات في مجلس الأمن الدولي، وكان الكويت دور حاسم خلال اليومين الماضيين إزاء تصويب النسخة البريطانية من مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن، حيث عمل الكويتيون على الإشارة لمرجعيات الحوار وعلى الإشارة لقرار الأمم المتحدة. ثم إنه إذا كان الحوثيون يعترفون ويقرون بالقرار الدولي 22/16، فأنا أعتقد أن هذا القرار هو أشار إلى المبادرة الخليجية وأشار إلى مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي هذا التلاعب الواضح بالمرجعيات والقبول من عدم القبول ومرة نقبل ومرة نتعاطى بإيجابية، هذه اللغة الفضفاضة هي لن تأتي بالسلام، لن يحل السلام في تصوري إلا بإرادة حوثية، وأنا أقول حوثية لأن الأطراف المختلفة الأخرى في الشرعية ربما كان لها دور أيضا، لكن المسؤولية الكبرى في الحرب في اليمن يتحملها الحوثيون لأنهم هم الذين بعثوا هذه الحرب وعليهم مسؤولية إيقافها. يعني إذا توقعاتك للمشاورات القادمة إذا ما تمت؟ لا أتوقع أن وأعتقد أن الأخ عبد الوهاب يتفق معي بذلك، لا أتوقع أن يخرج منها شيء. أنا ربما أختلف مع عبد الوهاب في أنه ربما يقول أن الأطراف الشرعية هي المعطلة، لكن أنا أقول بشكل واضح بأن الذي سيعطل هو الذي يحكم صنعاء بقوة السلاح ولا يريد أن يتخلى عنها، هو الذي وصل إلى السلطة بقوة السلاح ولا يريد أن يتخلى عنها، وبالتالي الطرف المعطل هو الطرف الذي هو الطرف المستفيد من هذا الانقلاب، لأن إحلال السلام في اليمن يعني أن يتنازل عن السلاح، يتنازل عن ما تحصل عليه مكاسب جغرافية وعسكرية، وبالتالي يعود للشراكة مع الآخرين وهو ما لا يريده. أشكرك دكتور، وضحت الصورة. دكتور محمد جميح محلل سياسي كنت معنا من لندن، أعود إليك سيد عبد الوهاب. يعني لعلك سمعت لي أحاديث الدكتور يعني جميح وفي مسألة يعني تطبيق أو رفض مخرجات الحوار التي هي من اشتراط الحكومة أن يتم تطبيقها أو أن تكون محور في أي مشاورات قادمة، وهو يقول أن الحوثيين يعني كانت ذريعة انقلابهم هو تطبيق مخرجات الحوار.
هو يعني ربما يكون من المستغرب من الدكتور أن يقول بأن أنصار الله تنصلوا عن المبادرة الخليجية، وهو يعرف أنهم ليسوا طرف فيها على الإطلاق، فماذا تنصلوا عنه إذا لم يكونوا هم طرف؟ المبادرة الخليجية ربما لم تعد صالحة بين أطرافها على اعتبار أنها انتهت وجدد لهذه الفترة، وانتهت حتى الفترة فترة التجديد، وبالتالي لا زالت تحتاج إلى بعد قانوني متعلق بسريانها على الأطراف الموقعة عليها فضلا عن أنصار الله. مخرجات الحوار لا أعتقد أنا أن هناك أحد يمكن بأن يقول بأن يعني مسألة اعتراض أنصار الله واعتراض المؤتمر الشعبي على الأكاليم والدستور هي مسألة موثقة وفيها محاضر وفيها أيضا حتى عمل دولي باتجاه استكمالها، بما في ذلك ذكرها في اتفاق السلم والشراكة بأنها من البنود الذي يجب أن تستكمل، وبالتالي لا أعتقد أنا أن هذا الأمر إذا تم التمسك به تعطيلا يمكن أن ينسب إلى أنصار الله، وإنما ينسب إلى الطرف الذي يريد أن يعني أن يحقق مكاسب بعيدا عن متطلبات اللحظة المتمثلة في القرار الأممي، لأن القرار الأممي هو صمم بالشكل الذي يعالج حالة ما حصل في يعني في 2015 وليس المسألة من بدايتها، بمعنى أنه يعيد المسألة في اليمن إلى اللحظة التي كانت تديرها الأمم المتحدة عن طريق جمال بن عمر، وليس حل كل المشكلات التي كانت عالقة، هذه هي مؤجلة لبعد ما يتم معالجة الأوضاع الطارئة. نعم، لكن سيد عبد الوهاب يعني لو عدنا الى مشاوره الكويت ايضا كانت جماعه الحوثي موافقه على المخرجات، وانما كان الخلاف انه في مساله التطبيق فيما بعدها، كان هذا هو محور الخلاف. اليوم كما يعني تتبين الكثير من المواقف ان هناك رفض تام لمساله المرجعيات الثلاث، وبالتالي كما حدثت ان المشاورات قد تكون يعني فاشله قبل وقوعها. لم أقف أنا على الإطلاق على موافقة لأنصار الله فيما يتعلق بمخرج بتفصيلين في مخرجات الحوار، مسألة أنهم موافقون على ما تم الإجماع عليه وهو جزء كبير من مخرجات الحوار، على كل حال هم موافقين، لكن هناك تفصيلين، هؤلاء التفصيلين هما أهم ما في مخرجات الحوار لأنهما متعلقان بشكل الدولة وبالدستور الذي سيسري للدولة خلال الفترة الماضية. ليس هناك أي موافقة من أنصار الله أو من المؤتمر على هذه النقطة على الإطلاق، موقفهم أنا أتصوره واضح في هذا الجانب. نعم، إذن وضحت. أيضا كما قلت لك أنا أشاطر الدكتور تماما في أنه المحطة القادمة لن تكون يعني منتجة لهذين الاعتبارين، الاعتبار الأول اشتراط المرجعيات بشكل غير منطقي، والاعتبار الآخر هو قضية أنه ليس هناك توجه جاد وصادق لوقف الحرب وإيقاف إطلاق النار على الإطلاق، هناك مسودة تحاول أن تتلاعب بها بريطانيا الآن لحصر مسألة وقف إطلاق النار حول مسارات إنسانية ومرافق إنسانية. نعم. ولا يتم الحديث عن وقف إطلاق النار بشكل شامل باعتبار أن اللحظة تتطلب نتيجة التراكمات للأربع سنوات الماضية من جانب إنساني وجانب يعني ديموغرافي وجانب جيوسياسي المتعلق بالبلد وتعرضها الآن للانتفاض وتكون قوى بعيدا عن الشرعية وبعيدا عن ما يسمى الانقلاب والقوى الجديدة تحتاج إلى موقف سياسي متزن للنظر فيها، وبالتالي هذه الخطورة التي تترتب على الحرب يتم الآن الاحتيال عليها من قبل المشروع البريطاني، وهذا هو مؤشر آخر. نعم. يضاف إلى مؤشر المرجعيات بأننا لن نخرج بحصيلة من المحطة القادمة. وضحت الصورة، أشكرك جزيلا المحلل السياسي السيد عبد الوهاب الشرفي، كنت معنا من صنعاء. و في ختام هذه الحلقة أيضا أشكر الدكتور محمد جميح محلل سياسي، كان معنا من العاصمة البريطانية لندن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.